أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. مستشفى في الضالع يواجه بدون إمكانيات الأمراض في 3 محافظات. فنان في مأرب يعزف على آلة موسيقية عمرها 100 سنين. ومن أخبارنا المنوعة، القبض على لص في الكويت سرق بنكا مستخدما مسدس أطفال. في غرفة الطوارئ بمستشفى النصر في مدينة الضالع يحاول الطفل الصغير التنفس بصعوبة، لكنه متعب للغاية وجائع جدا، لا يتمكن حتى من البكاء. ولد الطفل مع مرض عصبي وتبدو عضلاته ضامرة للغاية، وبرزت مفاصل الصغيرة في جسده الهزيل والنحيل. هذا الطفل واحد من أكثر من 5 ملايين طفل يمني قد لا يعيشون لرؤية عام آخر بسبب الحرب التي وصفتها اليونيسف بأنها جحيم للأطفال. ويعنون تقرير نشره مأرب بريس نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية. أطباء اليمن في سباق مع الزمن لعلاج أطفال يعانون من سوء التغذية. وقال الموقع: يؤكد الأطباء أنه لا يمكنهم القيام بأي شيء. ويؤكد مدير مستشفى النصر محمود علي حسن أن حياة المرضى بائسة للغاية. نحن بحاجة إلى مساعدة، نحن بحاجة إلى مساعدة حقيقية. ويقول سكان الضالع إن مدينتهم الواقعة جنوب العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وشمال العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولية عدن، أصبحت مكانا منسيا. ويقول الموقع: يبحث الأطباء في مستشفى النصر بالضالع بأنفسهم عن أي طرق لعلاج مرضاهم، وغالبيتهم من الأطفال، مع تناقص المعدات وانتشار الجوع. وخارج المستشفى تقول لافتة إنه يتم تمويله من منظمة الصحة العالمية. ويؤكد حسن: نستقبل حالات من الضالع وإب ولحج، أكثر الحالات التي نستقبلها خلال هذه الفترة هي حالات سوء التغذية، كل يوم 3 أو 4 حالات، القسم مليء بالأطفال وهو ملي هذه اللحظة. تواصل ميليشيات الحوثي مداهمة ونهب كل ما يقع تحت يديها. ويعنون موقع الصحوانت: ميليشيا الحوثي تقتحم مدرسة وتنهب مساعدات غذائية في جبلة بإب. مصادر محلية أفادت للصحوانت أن الميليشيا الانقلابية اقتحمت مدرسة سبأ للبنات بمديرية جبلة جنوبي غرب إب، مقدمة من إحدى المنظمات الدولية. وبحسب المصدر، فإن الميليشيا الحوثية اقتحمت المدرسة بهدف نهب مساعدات غذائية مقدمة لعدد من المواطنين بالمديرية. أضافت المصادر أن لجنة صرف المساعدات حين وصلت إلى المكان للقيام بعملية الصرف الأهالي تفاجأت بنهب المساعدات الغذائية التي تحتوي على دقيق وزيت ومواد أخرى يستفيد منها الأهالي والنازحون. ولاقت الحادثة وفقا للموقع استياء واسعا من قبل الأهالي جراء نهب المساعدات الغذائية المقدمة لهم، خصوصا وأنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية غاية في التعقيد والصعوبة بالتزامن مع انهيار العملة المحلية. السؤال الذي يواجه الواقع الراهن هو: ماذا تبقى من الاستقلال المنقوص ومن نضالات جيل التحرير وصراعه العنيف مع الاحتلال الأجنبي بعد أن صار الواقع محاصرا من احتلالات أشد لؤما وأسوأ عاقبة؟ هكذا بدأ الدكتور عبد العزيز المقالح مقاله المنشور في الخليج، مضيفا في جزء من المقال: لا أحد الآن أو في الغد كما بالأمس يستطيع أن ينكر التضحيات الجسام التي قدمها جيل التحرر من الاحتلال الأجنبي، لكن ذلك الجيل العظيم لم ينتبه إلى أن الاستقلال الذي كان ينشده وتحقق بفضل تضحياته قد بقى استقلالا منقوصا ولم يكن تاما كما كانت تقوله شعاراته. ووجه النقص يتمثل في غياب المشروع النهضوي بأركانه الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فقد ظن جيل التحرر أن خروج الاحتلال من الأقطار العربية سيجعل من هذه الأقطار جنات ذات رخاء وسخاء، وظل ذلك الغياب ينتقل من جيل إلى جيل إلى أن وصل إلى الجيل الراهن الذي يقف في طريق المتغيرات المذهلة بلا دليل أو مشروع، لا سيما حين يتبين لهذا الجيل أن المشروع المطلوب لم يعد وطنيا بل قوميا أيضا، يلبي حاجة التكامل ويتحدى الاعتماد على الآخر سواء في تصريف الإنتاج أو في استيراد الاحتياجات.
لقد تأخرنا كثيرا وتأخر المشروع المطلوب رغم كل ما قيل وما كتب وما تم إعداده من مشاريع جادة لم يكن ينقصها سوى البدء في التنفيذ. وشهد الوطن العربي على المستوى القطري والقومي أنشطة مختلفة وهيئات تعمل ليل نهار على ما يملأ الفراغ ويحدد معالم الطريق عبر بوصلة لا تخون ولا تنحرف، لكن بعض الأنظمة وفي حالات من التشتت والانقسام لم تكن على استعداد لتلقي هذه الجهود أو حتى النظر فيها. لذلك فقد كان العالم من حولنا وبالقرب منا يسير ونحن في حالة ركود وجمود لا يزيدها النقد الجاد والتنظير غير الجارح إلا استهتارا واستمرارا في رفض كل ما من شأنه أن يتغلب على المعوقات ويجعل القافلة تسير لا للحاق بالآخرين فقط، وإنما لتجاوز حالة الركود والخروج من دائرة الحيرة التي تلف بشباكها كل شيء حي في أقطارنا المنقسمة والمتخاذلة. في موقع المشاهد نت نتابع تقرير نشر فيه عن واحدة من ظواهر الفساد التي سبقت الحرب لكنها تطورت بفعل غياب الرقابة، وعنوان الموقع: $1,500,000 يخسرها اليمن شهريا جراء تهريب المكالمات الدولية. وقال الموقع: عندما تصلك مكالمة دولية من رقم محلي تأكد أن المكالمة مهربة وأن هناك عصابة خفية تزداد أرصدتها من قيمة المكالمات والدولة تخسر في ظل الانفلات الأمني. لم تعد المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات الاتصالات الخاصة في اليمن في مأمن من قراصنة تمرير المكالمات الدولية. أزمة جديدة من نوعها تكبد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة في مجال الاتصالات الدولية يلجأ إليها العشرات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المكالمات الدولية، وتجد في المواطن البسيط ذي الدخل المحدود فريسة لها. تنتشر الظاهرة بشكل موسع في المدن الرئيسية وتستخدم تقنيات حديثة يصعب كشفها من قبل الجهات المعنية ويدار بعضها من دول أخرى. أكثر من $50,000 يوميا ومليون دقيقة دولية تخسرها شركات الاتصالات اليمنية بسبب تهريب أو تمرير المكالمات الدولية. تحاول محافظة مأرب التي كانت دائما محطة مهمة في السياحة أن تحافظ على طابعها السياحي، وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة عنون الموقع بوست: مأرب بدو رحال يحيينا يوم السياحة بطابع بدوي متكامل. وفي الأمسية التي أقامها مكتب السياحة في مأرب أدى عدد من البدو الرحل في المحافظة عرضا لإيقاد النار وتنصيب خيمة البدو وصب القهوة البدوية الحارة وتوزيع الرطب على الحاضرين، وأدت الجمال والخيل رقصاتها على أهازيج ونغم العود البدوي الذي عمل عليه الفنان البدوي أبو عسكر المشهور لدى البدو بفنه وأغانيه التي تحيي التراث البدوي في مأرب. كما أدى عدد من البدو والبدويات رقصات جميلة في حلقة خصصت للرقص البدوي وإظهار نوعه الفريد الجميل من باقي الرقصات في البلد. كما قدم أحد الفنانين عرضا على الربابة البدوية العجيبة المصنوعة بشكل بدائي قبل مئات السنين والتي تصدر أنغام فنية نادرا ما يتم سماعها. تهدف الفعالية إلى إحياء التراث البدوي الذي يتلاشى كل يوم نحو المدينة ويقل عدد البدو الرحل في المنطقة، كما تهدف هذه الفعالية إلى إحياء يوم السياحة لتحريك مياه الراكدة في مأرب التاريخية. كتب أليكسيس توكفيل في العام 1835 في أعقاب الثورة الفرنسية وصعود الديمقراطية الجاكسونية في أمريكا، كتب: هناك ثورة ديمقراطية كبيرة تدور بيننا، وبعد كل العقود التي مرت ما زلنا نتساءل حول الديمقراطية ونجاحها. حيث يكتب جيمس ميلر مؤلف كتاب هل تستطيع الديمقراطية العمل، يكتب مقال في الواشنطن بوست مضيفا في أجزاء منه: توقع فوكوياما مؤلف نهاية التاريخ أن انتصار شكل ليبرالي من الديمقراطية سيكون كاملا إلى درجة أن التهديد المحتمل لبقائه ربما يكون مرور قرون من الضجر، وهو ما سيكون من شأنه أن يجعل التاريخ يبدأ مرة أخرى. لكن التاريخ لم يتطور بالضبط بالطريقة التي توقعها هؤلاء المنظرون، وقد انهارت القواعد الديمقراطية في العديد من الدول التي اشتبكت مع الديمقراطية أو حتى اعتنقتها. وعلى سبيل المثال
انحرفت بولندا بعد رد فعل عنيف ضد حكومة تقدمية بشكل غير عادي في العقد الأول من القرن 21 لتذهب في اتجاه غير ليبرالي. في العام الماضي وقع الرئيس البولندي أندري دودا قانونا كان يهدف إلى ملء السلطة القضائية في البلاد بقضاة من أصدقاء الحزب الحاكم، وهي الخطوة التي أسهمت في توتر العلاقات بين بولندا والحكومات الديمقراطية الأفضل في الاتحاد الأوروبي. وبعد عقود من الحكم العسكري في مصر أسقط متظاهرو الربيع العربي رئيس البلد منذ وقت طويل حسني مبارك، واختار الناخبون محمد مرسي لقيادة بلدهم. لكن الجنرال عبد الفتاح السيسي والجيش انتزعا السيطرة مرة أخرى في العام 2013، والذي دعمته حتى الحكومات الديمقراطية حول العالم مثل حكومتنا نفسها. ومع ذلك يقدم كل نظام حديث تقريبا خدمة كلامية على الأقل للديمقراطية. وقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين وأنصاره طوال الوقت أن روسيا هي ديمقراطية ذات سيادة، وحتى كوريا الشمالية وهي من أكثر الدول الاستبدادية قمعية في العالم، إن لم تكن أكثرها قمعا على الإطلاق، تطلق على نفسها اسم جمهورية الشعب الديمقراطية. أجل اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين حفل إطلاق توقيع مجموعات أدبية صدرت حديثا لعدد من الشعراء دون تحديد موعد جديد أو إبداء أسباب التأجيل، بعد أن كانت أمانة الاتحاد قد أعطت الشعراء موافقتها المبدئية وفقا للشاعر أنور البخيتي أحد المشاركين وصاحب مجموعة اليمن تحت الحرف السابع. وعنونت العرب الجديد: شعراء اليمن شباب قصائد تفتش عن الحرية. وتقول الصحيفة إن الشعراء أصدروا مجموعاتهم بجهد ذاتي في ظروف الحرب الشرسة التي تعيشها البلاد، ولم يطلبوا من الاتحاد سوى توفير مكان لإطلاق كتبهم، كما كان مقرر أن تتزامن إصداراتهم مع تاريخ ذكرى تأسيس الجمهورية اليمنية في التفاتة إلى سيادة بلدهم وتاريخه الثوري إزاء ما يتعرض إليه اليوم. عن النظام العالمي وحافة الانهيار، كتب في صحيفة الشرق الأوسط إيميل أمين مقال تطرق في أجزاء منه إلى حوار السلام بين الأمم. وقال الكاتب: من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الأمين العام للمؤسسة الأممية أن الثقة بالنظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة. يلاحظ ريتشارد هاس منظر السياسات الخارجية الأمريكية الشهير أن هناك حاجة إلى سلام حقيقي ينبع، ولا بد من حوار بناء وخلاق بين الأمم، سيما أن مفهوم القوة المجردة قد أثبت فشله. فعلى سبيل المثال، رغم أن الولايات المتحدة تظل القطب الأكبر حول العالم حتى الساعة، وإن تضاءلت مسافات التنافس مع الآخرين، فإنها لا تستطيع أن تنشر السلام والرخاء الدولي على حسابها الخاص ومعرفتها هي فقط، وأنها سوف تحتاج حتما إلى أطراف مشاركين، مما يعني الاحتفاظ بالحلفاء القدامى إلى جانب تطوير شبكات جديدة تستوعب القوى الدولية الصاعدة. هل هذا هو الوقت الملائم للعالم وقادته المجتمعين في نيويورك لإعادة قراءة مشروع الفيلسوف الألماني الشهير إيمانويل كانت الخاص بالسلام الدائم بين الشعوب؟ في اجتماعات الجمعية العامة الأخيرة لم يلحظ المرء إلا تربصا من الدول الكبرى بعضها ببعض، وتوقع الأسوار كما في اتهام الرئيس ترامب للصين بأنها تحاول التدخل في الانتخابات الأمريكية لإزاحته من طريقها، ما يعني أن الإدارة السلمية غير متوافرة، والأمر ينسحب على الروس الذين يكادون بصواريخهم في الشرق الأوسط يجعلون ميثولوجيا هرمجدون حقيقية واقعة. هل يفشل العالم في تخليق نظام عالمي جديد إلا عبر حرب قد تكون الأخيرة في حياة الإنسانية على الأرض؟ الديلي تيليغراف البريطانية تناولت خبر مقتل ملكة جمال العراق والعارضة تارا فارس شمعون، مشيرة إلى أنها تلقت 3 رصاصات عندما كانت تقود سيارتها البورش المكشوفة في شوارع العاصمة العراقية بغداد. وتضيف التليغراف أن تارا هي الحلقة الأحدث في سلسلة من الاغتيالات للشخصيات النسوية الرفيعة في العراق، حيث كان يتابع الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 22 عام ما يقرب من 3 ملايين متابع على حسابها في الانستغرام.
وتقول التلغراف إن تارا قتلت بعد يومين فقط من مقتل سعاد العلي الناشطة الحقوقية النسوية العراقية في مدينة البصرة، حيث ساهمت في تنظيم مظاهرات في المدينة التي شهدت تظاهرات ضد الفساد، كما قتلت اثنتان من أبرز خبيرات التجميل في العراق الشهر الماضي في العاصمة بغداد أيضا. وتوضح الجريدة أن القتل مجهول، لكن أغلب متابعي الضحية على وسائل التواصل الاجتماعي رجحوا أن يكون القتل من المتشددين الدينيين الراغبين في وقف النساء العراقيات عن ممارسة حرياتهن. الصحفي اللبناني بيير عقيقي كتب مقالا في العربي الجديد عن ما أسماه تحرير الرأي من القطيع، وتطرق فيه لما قال إنه حرية في نطاق العبودية. أصبح الرأي الخاص في أحيان كثيرة رأياً مستنسخاً بين الأفراد في مجتمع يتخذ دائماً شكل القطيع لا شكل التنوع الفردي فيه. هذا ما تكرس في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد بروز وسائل التواصل الاجتماعي، وبات هم أي شخص هو الخروج برأي بشأن مواضيع محددة يكون شعبياً ومتناسقاً مع رأي أشخاص أقوياء مصنفين ضمن القادة في مجتمعاتهم. لا يريد كثيرون الخروج من عباءة القطيع الجديد ولو باسم الحرية. القطعان قطعان في عملية الاقتداء بشخص واحد لإبراز من يصفونه رأيا شخصيا. هذه ليست حرية ولو أن اسمها حرية، هذه حرية في نطاق العبودية نابعة من خوفنا من إعطاء رأينا الحقيقي إن وجد، فنستعيض عنه بتحولنا إلى تابعين باسم الحرية. هذا واقع أفرزته مجتمعات التقدم التقني في السنوات العشر الأخيرة، ولم يعد مقتصرا على الأحداث المجتمعية. الرأي الخاص هو رأيك أنت غير المتأثر بأي رأي آخر، ولا يعني بناء المتاريس وإطلاق الرصاص على رأي آخر. هو رأيك فقط تقوله وتناقشه وتتمسك به إن لم تقتنع برأي آخر بعد المناقشات، لكن لا أحد قادر على تطويعك. لا يمكن باسم الرأي الخاص أن تقبل خضوعك في مجتمع قد لا يشبهك، لكنك تخشى الخروج منه لأسباب مرتبطة بحاجتك إلى مجتمع تحت شعار الإنسان كائن اجتماعي. يؤدي الخوف من إبداء الرأي الحقيقي إلى مسار أكثر قسوة من واقعنا الحالي، فنستنسخ عبودية بدل تثبيت الحرية، ونورث الأجيال التي لم تلد بعد مزيدا من الإشكالات الفكرية الدائرة في فلك الخوف من الحقيقة. ومن الأخبار المنوعة الأكثر تداولا ما جاء في موقع عربي بوست، القبض على سارق بنك كويتي بمسدس لعبة بعد أن تنكر في زي نسائي وهدد الموظفين بتفجير نفسه. وقال الموقع إن الأجهزة الأمنية الكويتية ألقت القبض على منفذ عملية السطو المسلح على فرع بنك الخليج في الكويت متنكرا في زي امرأة، كما كشفت السلطات عن هويته. وبحسب صحف محلية كويتية فإن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ألقت القبض على المتهم الرئيسي في جريمة السطو المسلح، وعثر بحوزته على المبلغ المسروق بالكامل، وجاري ضبط المسدس الوهمي الذي نفذ به المتهم جريمته. وقال مصدر أمني أن فرقة خاصة من إدارة مباحث منطقة حولي في الكويت عملت على رصد تحركات المتهم من خلال الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة في البنك. على الرغم من أنه كان متنكر بملابس نسائية، إلا أن رجال المباحث توصلوا ومن خلال مصادرهم السرية إلى هويته، وتمت مداهمة شقة أحد أقاربه التي كان يختبئ بها في منطقة حولي. كما أشار المصدر إلى أن المتهم اعترف لرجال المباحث بأنه خطط على مدى أسبوع كامل لتنفيذ الجريمة، وأنه اشترى الملابس النسائية من أحد الأسواق الشعبية في الكويت، وكذلك اشترى المسدس اللعبة من إحدى البقالات. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نطالع صور متنوعة التقطتها عدسات مصوري الجارديان البريطانية. نتابع.
لفناني الكاريكاتير طريقتهم وأسلوبهم الخاص في التعبير عن وجهات نظرهم ومناقشة القضايا وتوجيه النقد والاعتراض. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها من خلال ما رسمه اليوم ونشر في عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى نهاية حلقة اليوم من كشك الصحافة. في الغد حلقة جديدة في أمان الله.